الموسيقى الأندلسية يواصل عزف ألحانه وسط حضور كبير لمهتمين بهذا الفن الأصيل. الدورة السادسة للملتقى سطر لها المنظمون العديد من الأهداف، أبرزها تشجيع الشباب الممارس لهذا الفن مع استحضار الأسماء البارزة في سماء الموسيقى الأندلسية بالمغرب. مدينة طنجة تتنسم بنسائم أندلسية عطرة وتربط الحاضر بالماضي لاختيارها هذه السنة لدورة الشباب، دورة الشباب مع إحياء الذكرى الخمسينية لراحل أحد أعمدة هواة الموسيقى الأندلسية بطنجة الفنان العربي السيار. وأنا أثمن الشعار الذي اختارته هذه الدورة لنفسها وهي دورة الشباب، وفي الحقيقة أن هذا الشعار هو بعبارة أخرى دعوة للشباب لكي ينخرط في هذا العمل في عشق الموسيقى الأندلسية. شعار الشباب يأتي بحسب المنظمين من أجل ضمان استمرار هذا التراث الفريد وتكريس ثقافة الاعتراف لرواده والتجاوب مع انتظارات الجمهور العاشق لهذا النوع من الموسيقى التراثية. وهذا المهرجان هو فرصة لإعطاء كل ما في وسعنا من حيث الاعتناء بالموسيقى الأندلسية وتقديم أجود ما يمكن تقديمه من حيث الأنغام سواء في الأداء يعني غناء أو عزفا. نشد على وهو يعني عنوان هذه الدورة يعني الشباب أن يسيروا في نفس النهج وأن يدرسوا الموسيقات العالمية التقليدية وأيضا الموسيقى الغربية، ولكن يجب التشبث بالموسيقى موسيقانا التقليدية. جمهور طنجة استمتع بتقديم عروض موسيقية أندلسية أبدعها هواة شباب وفنانون كبار يمثلون العديد من مدن المملكة، وهو ما يعكس الغنى الكبير لهذا الفن والاهتمام الذي يحظى به من طرف فئات كبيرة من المغاربة.